أنا شانتال من بيوس الأكاديمية. بتخبركم اليوم شو شعور الطلاب من بعد هذا البرايم. بالنسبة للبرايم كتير حلو كان. وخلينا نبلش مع حدا من التوب فايف. شو شعورك أنيس اليوم من بعد ما طلعت من التوب فايف وحسيت أنك انبسطت كتير؟ حسيت شفت ردة فعلك وشو بتحب تقول لمرتضى وشو بتقول لأصحابك اللي رجعوا وخبرنا عن البرايم. أوكي أول شيء أنا فرحان بزاف لزوج حوايج إنه أنا في توب فايف رجعت التوب فايف وتاني شيء إنه سهيلة رجعت بنت بلدي رجعت الأكاديمي فرحان لها بزاف فرحان في تاني على البرفورمانس اللي قدمتها اليوم والأمبيانس اللي كانت في المسرح عجبوني بزاف البوبليك كما دائما وعجبني بزاف أدائي صراحة أول مرة حسيت حالي مرتاح في المسرح أكثر وأتيتيود واشتغلت بزاف على حالي زعلان على مرتضى إن شاء الله يكون ما نخافش عليه هو فنان قوي عنده صوت قوي وأكيد راح يعمل شيء لما يرجع لبلده أول شيء بدي أقول مبروك لسهيلة ولسعد بيستحقوها وكمان كان مرتضى بيستحقها كل واحد منا بيستحق بس بالنهاية إنه هالجيم وأكيد زعلت له كتير بس هارد لوك وبحس راح يعمل شيء بعدين شيء كتير مهم أبي مبروك لخي مروان أتانيوس بحبه كتير أتانيوس أنا ويا ريت أخذني معه أرمينيا زلفا بدي تشد حيلة تفوت على التوب فايف وإذا بتشد حيلة بدي تشدها بشعراتها أكيد المرتضى الله يوفقه في حياته وكيستاهل فرص بزاف إن شاء الله غادي ينجح وأنا بغيت نقول سمحوا لي الكال اللي كيبغيني غلط وإن شاء الله غادي نرجع أقوى من الأول إن شاء الله وبغيت نقول ماما سمحي لي إلا ما كنتش عند حسن ظنك طبعا أنا مبسوط جدا إن سعد رجع ابن بلدي طبعا وطبعا البرايم كان طبعا زي كل مرة حلو كتير وطبعا أنا مبسوط إن أنا غنيت مع إيهاب ونسيم والحمد لله غنينا كويس جدا وزعلان جدا 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 على مرتضى لأن طبعا أنا بحب مرتضى جدا بس إن شاء الله هو هيعمل حاجة برة قوية جدا إحنا مستنيينها إن شاء الله وألف مبروك بقى لكل التوب فايف ومبروك لرافائيل إنه دخل التوب فايف ومبروك لحبيب قلبي مروان إن شاء الله يتبسط في أرمانيا كده وهو وصفي ناس وبإذن الله يعني البرايم الجاي بقى كده نبقى أحسن إن شاء الله بإذن الله حبيبي كان شكوك أهلي اللي وصلوني هذه المكتبة وفرحان بزاف حيت داز البرايم زوين وخا كان شوية الخوف وغنينا غنيت مع أخويا عباس وأخويا نسيم وفرحان سميتو المروان توب وان فرحان لي أنا وسعد وشو بدي أقول لك عندي رافائيل دخل التوب فايف وإحنا فرحانين بزاف وإن شاء الله نكونوا دائما في كل برايم نكونوا قدمنا شي حاجة زوينة وأنا فرحان علوش هالدموع كتير غالين علينا وخصوصا علي أنا بالذات وما منحب نشوف دموعك خبرني هلأ شو شعورك شو حاسس كيف كان البرايم غنيت حلو ما غنيت حلو بعرف انه مرتضى رفيقك خبرني حكي فش خلقك والله يعني أول شيء الحمد لله على البرايم اللي كان رائع الحين حقيقة وأنا الحمد لله أني غنيت طبعا غير ستيلي غير شكلي والحمد لله بدعت فيه وبحب أبارك لكل اللي أحب أخوي مروان أقول له مبروك التبوان وتروح ترجع بالسلامة وأحب أبارك لإيهاب ورافائيل حبيب قلبي وهايدي طبعا اللي مستحيل تنزل على التوب فايف إذا بتنزل على طول على النومنيا بقول مرتضى حبيب قلبي أخوي توحشني كثير والأكاديمية من غيرك ما بتسوى يعني فيكم الخير البركة بس بالنسبة لي أنا مرتضى كثير كان في الأكاديمية روح بالنسبة لي وإن شاء الله يا رب يوفقه إن شاء الله وإن شاء الله أشوفه على خير وأقبالك إن شاء الله تأخذ التوب وين أنت الأسبوع الجاي طبعا انا ما كنتش متوقع ان افضل في التوب بس بالنسبه لي ان انا بقالي من اول ما دخلت الاكاديمي وانا في التوب يعني
انجاز بالنسبه لي عظيم، وان شاء الله هستمر وهتطور اكتر من كده باذن الله. طبعا بالنسبه لمرتضى يعني كان بالنسبه لي شيء حزين جدا ان هو يخرج من الاكاديمي، لانه كان يعني من المقربين ليا في الاكاديمي، وكان انسان عزيز عليا جدا، بس ان شاء الله ربنا يوفقه بره وهينجح يعني. وسعد حبيبي ابن بلدي يستحق الرجوع بقوه جدا، النهارده غنى وابدع في اغنيه لعبد الوهاب. وكمان سهيله صاحبه القاعده الجماهيريه العريضه حبيبتي رجعت ما شاء الله بتصويت الجمهور، ربنا يكرمها دايما ويوفقها. وبننتقل لسوسو، خبرينا سوسو شو شعورك من بعد ما خلصك الجمهور، شو بتحبي تقولي لاصحابك؟ خبرينا كل شيء هلا هيك كل شيء جواتك طالعه. يلا اول شيء حبيت نقول ميرسي بوكو لكل من تعب وصوت لي، وان شاء الله ما يخيبش ظنكم. ثاني شيء حبيت نبارك لاصحابي توب 5 مروان، الف مبروك، يستاهل بكل جداره. هايدي تستاهل، ايهاب الف مبروك لايهاب، مين انيس ورافائيل مبروك عليهم، ان شاء الله يتقدم في المراتب. حبيت اقول ثاني كل سعد يستاهل انه يرجع اليوم مكسر المسرح بغناه، وحتى انا حسيت حالي انه غنيت مليح، وان شاء الله مزيد من التقدم. غنيت مع عباس وايهاب فرحان ياسر، كان غنينا بالكدا. ومبروك لسهيله وهارد لك المرتضى، من احسن الاصوات والله حرام، لكن هذا قانون اللعبه. ومبروك للتوب 5 الكل، ومبروك الخي مروان. طبعا عايزه اقول الف الف مبروك لسهيله انها رجعت، مبسوطه قوي انها رجعت. ثانيا عايزه اقول مبروك لحبيب قلبي محمد سعد انه رجع، حبيبي يعني ما اقدرش اعيش من غيره، ابن بلدي طبعا. وعايزه اقول مبروك للتوب 5، وعايزه اقول مبروك لمروان، هستريح منه يومين من الاكاديمي، عارفني طول الحياه في الاكاديمي هستريح منه يومين على الاقل. طبعا بحب ابارك لنفسي طبعا، بشكر صحابي كلهم اللي رجعوني، وبتمنى ان انا اكون قدمت جزء صغير من اللي انا نفسي اقدمه، لسه يعني اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. بحب ابارك برضو لسهيله برجوعها، وطبعا بقول للمرتضى هارد لك، وهو اخونا كلنا وهو فنان قبل ما يكون، وان شاء الله يعني يعمل حاجه بره كويسه. بحب ابارك لاخويا مروان حبيب قلبي على التوب 1، بحب ابارك لانيس ورافائيل وايهاب ان شاء الله، وايهاب ومين تاني؟ لا وهايدي طبعا بنت بلدي، بحب ابارك لهم على التوب 5. بدي ابارك لسهيله برشاتها على الاكاديمي بقوه، وبدي ابارك لخي سعد اكيد، وهارد لك وهارد لك وهارد لك لمرتضى، وبدي اشكركم جميعا جميعا. ارمينيا رايحين على ارمينيا رايحين على ارمينيا رايحين وعلى ارمينيا. اوكي انا بدي اقول انا كثير مبسوطه اني غنيت كثير منيح، واذا الله راد جمعت الجاي بدي اكون بالتوب 5، بدي اشتغل على حالي كثير. بدي اقول لسهيله مبروك، وبدي اقول لمحمد سعد مبروك، وبدي اقول كمان لمرتضى ان شاء الله الايام الجايه تكون احلى لإله. ومننهي معكم اليوم، منقلكم بنوي، وهيدا احلى بوصله احلى جمهور.